بالشك والفرق بينه وبين الغيره، لان في ناس تقول لك ايه جوزي بيشك فيا كتير، وبعد كده لما نسالها ونتكلم معاها نلاقيها ان هو مجرد بيغير عليها مش شك. ايه الفرق بينهم؟ ده سؤال كويس قوي، لانه الغيره بتبقى نابعه من الحب. انا بحبك فانا بغير على وقتي معاكي، وبغير على وجودك مع حد تاني، وبغير على انا محتاج اهتمامك، وانا عايز بالذات وقت الخطوبه وقت قبل الخطوبه اللي هو بيبقى فيه مسافات كل واحد بيروح بيته، فبيبقى فيه شوق، فببقى غيران انه مثلا انت طب انت كلمنيش انا ليه، طب بتكلمي صاحبتك ليه، هنا ده شيء يخصني انا عايز استحوذ عليكي. الشك يخصك انت بتتصرفي تصرف مش صح، انت بتعملي حاجه انت مخبيها عليا. ده عادة الشخصية اللي بتشك بتبقى هي عندها أصلا، بيبقى احنا بنسميها الشخصية المضطهدة، اللي هو في conspiracy theory، في حاجة بتحصل من ورايا أنا ما أعرفهاش، فأنا مش وأنا بقى الذكي اللي حلقط بالظبط كده، فمش عشان أنا محتاجك معايا، لا أنا محتاج أثبت فكرة معينة إن أنت بتعملي حاجة أنت مشكوك في أمرك فيها. يبقى دي أول حاجة بنقولها للمشاهدين اللي مش عارفة هو بيغير عليها ولا بيشك فيها. والعكس صحيح، هو مش عارف هي بتغير عليه ولا بتشك فيه، لا بتشك فيا يعني بتتهمني انا ان انا وحش كده. انما بتغير عليا يعني هو عايز وقت اكتر، او هي عايزه بالزبط. وقت اكتر، أو مش عايزاه يقعد يتكلم مع ناس كتير، عايزاه يقعد معاها اكتر، عايزاه وهكذا يعني.